أغلب مشكلة موجودة بين الرجل والمرأة للأمانة قد يحلها هذا الكتاب. فعلا أنا يعني وضعت يعني كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، لماذا الخلاف الأزلي الذي يقوم ما بين الرجل والمرأة لماذا يقوم. أنا وضعتها في هذا الكتاب. لو قرأت أنت هذا الكتاب يعني 60-80% من المشكلات تنتهي. الله. ليش؟ لأنه أنا فهمتك كيف يفكر الطرف الثاني، أنا علمتك الشريك كيف يفكر، كيف نفسيته. وأنت تشوف أن مشكلتنا الشريك لا يفكر بالآخر، كيف يفكر؟ يعني أضرب لك مثال بسيط. عند الغضب، الرجل عند الغضب يشغل سيارته ويطلع برا، يروح يدخل صومعته ولا غرفته ولا ملحقه ويقفل الباب على نفسه، يقول عشان أريحها وأرتاح. المرأة لا، المرأة تبغى إذا صارت في مرحلة الغضب تبغى تفضفض، تبغى تتكلم، تبغى تناقش، تبغى تتحاور. طيب شوف الآن، بس هذه الجزئية ما بين الرجل والمرأة في خلاف بيننا وبينهم. إذا طب خليني أنا أعرف هي الآن في الحالة ذي معناته إنه أنا لما أروح رحت ريحت نفسي بس ما ريحتها. طب كيف نعالجها؟ وعلى هذا قس كثير من المواقف في الحب، كيف تعبر في الحديث، في الحوار، في التفاهم، في الخلاف، في الغضب، كل هذه التفاصيل الرجل كيف والمرأة كيف. إذا فهمت أنت الطرف الثاني حتحل مشاكلك. يا سلام، وانت مؤكد عليها فروقات الفسيولوجية والسلوكية والنفسية بين الجنسين، التعامل، إصلاح الرجل، الحب والعاطفة. يعني كان خليته إصلاح الرجل بالأحمر ولا حطها بالأزرق؟ طيب إصلاح الرجل. أيوة. المرأة دائما هي عندها ما أخذ على عاتقها أن تصلح الرجل، وتعتقد أنه جزء من نجاحها في الحياة أن الرجل تعطيه مساحته في الراحة والسعادة، فتتدخل دائما في شؤونه. هو يعتبرها لقافة وهو يعتبرها سيطرة. هي تعتبرها جزء من مسؤولياتها، تعتبر إذا صار له شيء أن هي السبب في الفشل هذا. إحنا نفهمها غلط. طب أنت افهم لما تقول لك وينك، ترى ما هي تبغى تسيطر عليك، هي تبغى تطمن عليك. يا سلام. وعلى هذا قس في كثير من المواقف. اندمجت بين التجربة الشخصية والخبرة والمعرفة. يعني الآن لي تقريبا 13 سنة التقيت فيها في كثير من المستشارين والنفسيين والاجتماعيين وإلى آخره، فكانت يعني تجربة حقيقة كبيرة. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ينزل في معرض الكتاب. معرض الكتاب القادم إن شاء الله، معرض الرياض. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.